السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة ديانات الأخشاب. المهم هذه هي اللي كنت درت لكم السدادر اللي كنت نقول لكم البيض المسلوق باش تقولوا لي الرأي ديالكم. ها انتم تشوفوا، شتو كي كاتبان؟ ها انتم شتو لا فينيسيوش كيخرج حاجة مزيانة، فهمتوا؟ المهم ها انتم تشوفوا، ها ها هما الاخرين. اعطيكم واحد الشوفه تشوفوها، عنديكم تشوفوا الاخرين. ها هما الاخرين، كل شيء طالعين الزاج، فهمتوا خوتي؟ دركين انا غادي نوري لكم البري. صبر صبر دقيقه خوتي، شتو كيما شتو يعني النتيجه اللي كانت خرجت لينا. شوف حنا في الاول، ها هو استعملنا سونتوفر، السنتوفر هو هذا معروف، وما هو السنتوفر لان كيما حنا هذا هو السميه ديالو رابيد فير، وما السنتوفر هو هذا خوتي. غنوريكم السنتوفر لمن يقولوا السنتوفر، لان كاين اللي كيقول هذا السنتوفر هو راه الاسم ديالو رابيد فير. السنتوفر ها هو عندو الماسك ديالو قهوي بحال اللي صفر، ها هو السنتوفر، لان هذا قديم، هذا عنده الاقدميه على هذا. هذا رابيد فير حنا خدمناه بهذا، حنا خدمناه بهذا، وموراها خدمنا بالماصيه. ها هي حتى هي ماستيك، ها هي حتى هي ماستيك. هذيك هادي كتدي البوماده ضروري، الا ما درتلهاش البوماده وخلطت مزيان ما كتيبش، فهمتوا؟ هادي لا، هادي تقدر تخدم بالباليت وتقدر تخففها بالديليو صافي وكتضرب. هي اللي خدمنا بها السدادر، ها هما هادو مازال ما كاملين، شحال غادي نديهم، فهمتوا؟ المهم ها هما درنا بها ثلاثة ديال لي كوش، كان حكي بالتمانين والميتين وعشرين، كان خلط الديليو، كان استعمل في كل شيء الاويت البنتورة. شوفوا خوتي انايا كنستعمل الال 5، الال 5 ديال بروديك دايره 85 درهم، عندنا هنا في بركان شي بلاصه اخرى الله اعلم. المهم دايره عندنا 85 درهم، كاينه وحده ديري 70 درهم تاع اطلس ما كنخدمهاش، عندها الكولور ديالها شويه ناقص. وكاين عاوتاني كشي ناس اللي كيبغيو يعني كيما نقولوا كيبغيو يقتصدوا شويه، كيمشيو يجيبوا الاخر، كيجيبوا دوك نتاع الساشيات راهم دايرين شي 1500 شي 15 درهم ولا، وكيخلطوا. الصبر ونوريكم كاين اللي كيدير يجيب فيرني بروديك ولا في اطلس ولا في شي نوع، المهم كيكون سيلولوزيك، وكيجيب هذوك الساشيات اللي قلت لكم عليهم، كيجيب ساشي ديال شي 15 درهم كيخلطهم. هو في الاول كيستعمل يا عادي الشمع، بحال مثلا الشمع كيديروا على الخشب عادي، كيدير الشمع ديالو كيسرجي بالشمع واحد ثلاثة ديال لي كوش لا دو كوش، كيجيب البروديك وكيدير هذوك الساشيات وكيخلطوه، والبريو حتى هو كيجيبوه هذاك الرخيص، فهمتوا؟ هذه طريقه ناقصه ما كتعجبنيش، فهمتوا؟ وبالنسبه كاين اللي كيخدم عاوتاني في الجوده وكيخدم بالماسك والماصيه وكذا، مي كيمشي يجيب البنتوره كيمشي يجيب نتاع اطلس دايره شي 70 درهم وكذا، عاوتاني هذيك ما تعجبنيش. راه كاينه الذهبيه اللي غاليه عاد على هذه، ولكن انا هذه كنفضلها مزيانه ومناسبه وعندها الجوده زينه. المهم خوت بالنسبه للبريو، البريو كاين تاع اطلس حتى هو زين، وانا كنخدم بهذا يعني هاد الايامات كنخدم بهذا، فهمتوا؟ المهم هذا مزيان. واحسن طريقه باش تخلط هذا، احسن طريقه شوف كيما انا راني داير دروك، ها هي جبت بيدويا هكذا، جايب بيدويا هكذا كنخلط، بحال مثلا هذا راه فيرني، هذا انا راني مخلطو هنا، هو داير بحال الماء، فهمتوا؟ داير تقريبا بحالو بحال ديلي. المهم كتكب هذا كيلو كامل كتكبو هنايا، فهمتوا؟ وكتجيب هذا عاوتاني كتكبو كامل، وكتزيد الديليو كتزيد على حساب، بحال مثلا الا كانت الحراره تقدر ما ديرش الديليو بزاف، كانت البروده كديري شويه ديال الديليو. بالنسبه للكاتالو ديالو، الكاتالو ديالو ها هو خوتي،
ومن بعد شويه التليفون راه كيلاقي له هنا. المهم دايرين هنايا الافيرني الاول هو الفيرني. المهم الاه هو الفيرني كيكون فيه بزاف. عندي التليفون ما كيبينش. ها هو شوفوا الاه هو الفيرني هو هاد الزادو، يعني كيقول لك دير هذا الأ الفيرني ديرو كامل دو سوسور، يعني كيكون نص ديال الأ هو الفيرني دي دو كدير قل من دو سوسور. هذه في حالة الا كانت عندك الحرارة، فهمت؟ هنا ما عرفناش واش راهم دايرين الحرارة هنا، فهمتوا؟ هنا كيقول لك فوقاش كينشف هنا 15 مينوت. هنا البار ديال البيستولي هاي من 3 حتى 4 بار. الكوش دير ما بين 2 حتى 3 ديال لي كوش. هذه يمكن المساحة شحال كتعرض في البيستولي 1.4 ولا 1.6 ميليم. المهم على حسب البيستولي العرض كاين اللي فيه 1.7 كاين كل واحد كاين اللي 1.4. المهم كيقول لك البيستولي ما بين 1.4 حتى 1.7. هذاك 1.7 ما خدامش، يعني داير كاين هي 6. المهم هادو هما التعاليم اللي عطيت لك. المهم بالنسبه للديليو ما عندكش المشكل. المهم حذاري بين في الكوش الاول خصك تبقى تنقص الديليو. الا زدت بحال ما درت الكوش الاول دار شويه ديال الديلو الكوش الجا وزدت فوق منه الديلو راه غادي يتفريز لك. يلا خوتي السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا تشتركوا في القناه وديروا جيم. يلا السلام عليكم.